الحقيقة دكتور حسام، أول مرة اتكلمنا مع بعض كان من مثلا سنتين ثلاثة، كنت بتخلص البي اتش دي في كندا تقريبا، أو كنت خلصت من زمان، وكان فترة كده فقال لي أنا في كندا، فقلت له طب يعني أرجوك خلص التجربة وارجع مصر بس عشان الموضوع مش مستحمل. أنا سعيد جدا إن هو موجود دلوقتي في مصر وبيشتغل هنا، وهو كمان أسيستنت بروفيسور في جامعة القاهرة. فيعني I will leave the floor back to you. تفضل. طيب السلام عليكم. طيب مساء الخير. شكرا الأول جزيلا على التقديم يا أحمد، وشكرا على سيداري على الدعوة الكريمة. زي ما أحمد قال، أنا كنت في كندا واشتغلت في مجال الـ ITS 4 سنين as an R&D manager في University of Toronto، وجيت مصر مؤخرا، وحاليا انا اسيستنت بروفيسور في جامعه القاهره ودايركتور اوف ترانسبورتيشن في سيتس نورث افريكا. طبعا كايرو يونيفرسيتي نيدز نو انترودكشن، فانا بس اقول كلمتين كده بسرعه على سيتس وبعد كده اخش في البرزنتيشن. كنت في تورونتو. Okay, SETS, it's a mainstream consulting firm. This is our offices. We are ranked in the ENR ranked as 184 recently. The main core of services بتاعت SETS, transportation plus sustainability and يعني environmental engineering. We serve a diverse set of clients, public sector, private sector, and international donors. This is just a very brief introduction. يعني أنا اسمحوا لي بس يعني أتلاقوا بعض المصطلحات هضطر أقولها بالإنجليزي عشان تبقى أسهل وإحنا بنتكلم، ولكن يعني معظم السلايدز هحاول أقولها بالعربي. الأجندة للحاجات اللي هنتكلم عليها النهاردة هم different set of topics. لو عايز أقعد أتكلم في كل واحد فيهم ممكن فعلا أقعد يوم أو يومين، بس أتمنى بنهاية ال 45 دقيقة اللي هيبتدوا دلوقتي ان انا هتكلم على الاوتونوموس فيكلز، كونكتد فيكلز، انترنت اوف ثينجز، I'll talk a little bit about data، وفي الاخر خالص هعمل رابنج اب بالكونسبت بتاع اوبن سيرفيس انوفيشن. طيب اول جزء الاوتونوموس فيكلز، الاول كم واحد من اللي قاعدين هنا معاه عربيه او اشترى عربيه 2015 اند اباف؟ يرفع ايده. طيب كم واحد من اللي اشتروا العربيات فيها اي بي اس او كروز كنترول؟ اوكي، فيعني لما نتكلم هنتكلم على بعض الحاجات ف وي هاف سم انفورميشن. طيب اول حاجه اوتونوموس فيهيكلز، الناس بتستخدم الترمينولوجيز ديت، دي ار ذا سيم، اوتوميتد، اوتونوموس، درايفرلس، سيلف درايفنج. فلما اقول اي حاجه من دول معناها هي اوتونوموس فيهيكلز. علشان الناس تقول والله هل ده اوتونوموس ولا مش اوتونوموس، طب اوتونوموس حلو قوي ولا وحش ولا، فالناس عملوا له رانكينج كده وقالوا والله الليفل اوف اوتوميشن دوت هو 4 ليفلز. واللي عملوا الرانكينج دوت الناشونال هاي واي ترافيك سيفتي ادمنستريشن، فقال والله ليفل 0 دوت ستاتس كو، ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. الشخص او الدرايفر عنده فول كنترول اوف ذا جاس اند فول كنترول اوف ذا ويل. ليفل 1 في بعض الكنترول، لسه الكنترول من الدرايفر، ولكن في بعض الفانكشنز اللي ممكن الدرايفر ما يبقاش انفولفد فيها. ليفل 2 درايفر هاز تو بي ريدي تو تيك كنترول، يعني انا ممكن اخلي العربيه تسوق لوحديها بس انا لسه قاعد جواها، وانا اللي اخد الديسيجن سواء اخلي العربيه دي هي اللي تسوق لوحديها ولا انا اخد الكنترول. وليفل 3 دوت بيديني وورنينج او بيديني وانا قاعد جوه العربيه من غير ما امسك لا البدال اللي بدوس على البنزين ولا امسك الستيرنج ويل، بيديني وورنينج لو في اي مشكله مقابلاني ان انا ممكن اخد الكنترول بتاع العربيه. وليفل 4 دوت اللي هو الفول اوتوميشن، ان انا ممكن اطلب عربيه تجي لي من غير سواق لغايه البيت، تاخد لي من اي مكان توديني لمكان تاني من غير سواق وما بقاش فيه اي مشكله. تمام، الناس ابتدوا يبصوا على الليفلز ديت بمناظير مختلفه. دوت رانكينج تاني او سيستم تاني عاملينه والاس اي اي اللي هو السايت اوف اوتوماتيف انجينيرز، داخلين في تفاصيل اكتر شويه من الليفلز، ولكن المهم في الموضوع ده ان الناس عماله تتكلم ان احنا هنوصل للاوتوميشن او الاوتونوموس فيكلز بعد 20 سنه ولا بعد 30 سنه ولا سنه كام بالظبط. فالاس اي اي قالوا ان احنا الالتيميتلي هم شايفين الفيجن بتاعتهم ان احنا باي سنه 2030 هنوصل لليفل 5 بتاعهم اللي هو الفول اوتوميشن. وده معناه زي ما انا قلت ممكن تطلب عربيه تجي لك لغايه البيت تاخدك من المكان اللي انت فيه ويديك المكان من غير ما يبقى فيها اي درايفر. طب احنا النهارده فين؟
لو جينا نبص على سنة 2015 ده السؤال اللي أنا سألته لكم من شوية. إحنا ما بين ليفل 0 وليفل 1 عندنا عربيات فيها ABS، عندنا عربيات فيها كروز كنترول، ودوت الحل الوضع الحالي اللي إحنا موجودين فيه. طيب بقية البرزنتيشن أو الكام سلايد الجايين الكلام ده is very disruptive، يعني هيأثر كتير جدا في حياة الناس وفي الاندستريز والموبيليتي in general. فهتكلم على بعض الأسئلة كده اللي هنحاول نجاوب عليها مع بعض. قبل ما اخش في الموضوع ده، a very big enabler اللي حصل ده كله السنسورز اللي موجودة في العربية. كمية السنسورز اللي لازم تكون موجودة في العربية عشان اوصل للفول اوتوميشن are huge، بحيث ان هي بيسي تمكن العربية تعمل كل الفانكشنز بتاعتها من غير وجود الهيومن بيهيفير جواها. هوريكم دلوقتي فيديو على autonomous car حصل لها تيستنج من تسلا، معرفش مين فيكم شاف الفيديو ده، بس ببساطة دوت الدرايفر قاعد في العربية، هو قاعد ما بيعملش أي حاجة، العربية بتسوق نفسها، وهنا في مجموعة كاميرات in real time بتصور اللي بيحصل في العربية ديت وهي ماشية. ولو تلاحظ أو تلاحظوا العربية ماشية في different environments، يعني تمشي مثلا في طريق في stop sign، وبعد كده ممكن يبقى في إشارة، وبعد كده تمشي على طريق رولر، ممكن تقابلها pedestrian، ممكن تقابلها واحد على عجلة. فالعربية ماشية full control بالعربية، الدرايفر مش محتاج ياخد أي action، والكلام ده على فكرة عمل له بايلوت وشغال وكل حاجة. ولكن هتكلم على مجموعة تفاصيل لازم نخلي بالنا هنا واحنا بنتكلم على الليفل of automation ده. تمام، هنا العربية اتنقلت لرولر انفايرومنت، يعني طريق فيه تو لين تو واي. لو تلاحظوا كان في هنا لما دخل في المنطقة دي في شبورة، هنا كان في ناس ماشيين على الجنب، فالعربية هدت وتفادتها، فديت كل السنسورز الموجودة في العربية دي. طيب السؤال بقى، ليه اصلا الناس او ايه فايدة الاوتونومس فيكلز؟ ايه التشالنجز الاسوسييتد بالاوتونومس فيكلز؟ هل الانفراستراكشر بتاعتنا دلوقتي ريدي؟ طب ولو هي مش ريدي امتى تبقى ريدي وايه اللي يخليها ريدي؟ هل احنا ريدي ار وي ريدي تو يعني سيت ان ان اوتونومس كار وذاوت هاندلنج ذا كار اور ذا ستيرنج ويل؟ وهو ار ذا كي بلايرز ان ذيس ماركت، وازاي الكلام دوت بيأثر على البيزنس؟ اول حاجه التريفيال كويشن، ليه الاسئله دي ممكن تكون بسيطه ان احنا نجاوب عليها. اول حاجه ات ويل امبروف سيفتي، احنا عارفين ان جزء كبير جدا من الحوادث بيحصل نتيجه الهيومن بيهيفير. بعض الاستديز قالت ان في 90% وي كان اليمينيت اب تو 90% من الاكسيدنتس اف وي ريلاي فولي اون اوتونوماس فيكلز. وفي نفس الوقت جزء كبير جدا من الايدلنج او الستوب اند جول اللي بيحصل نتيجه الدرايفنج بيهيفير هيقل، فاحتمال نقلل الانرجي والفيكلز مايل ترافلر ب 20-30%. لو عرفنا، لو تخيلنا كده ان عندنا حاره فيها بلاتون اوف فيكلز والعربيات دي كلها اوتونوماس فيكلز، يبقى احنا ممكن نقلل الفول او يبقى نقلل 10-20% من الفول. ودوت بيدي اكويتي واكسسبيليتي، يعني في بعض الناس دي كانوت هاف ا درايفنج لايسنس، زي الناس الكبار او الناس الصغيرين اللي عندهم ديسابيليتي. في الكيس دي لا، انا مش محتاج ان انا يبقى معايا درايفنج لايسنس، انا ممكن اخش في العربيه ديت، وبالتالي بتخلق الحته بتاعه الاكويتي في السوسايتي. زي ما قلت ليها تاثير كبير على الفول ايكونومي، وتز انتسيبيتد ان اكبر تاثير هيتم على المجال بتاع التراكنج والجودز سيرفيسز. وطبعا هتليمينيت هيدك اللي احنا كلنا بنعاني منه كل يوم، الباركينج. انت ممكن لو انت راكب اوتونوماس فيكلز تسيب العربيه ولتر العربيه دي المفروض تروح تركن في اقرب مكان هي تلاقيه فاضيه فيه، وتبعت لك نوتيفيكيشن انا راكن فين دلوقتي. واخر حاجه هتاثر على البرودكتيفيتي بتاعت الناس، انت التيميتلي الناس بتقول انا ممكن اقعد جوه العربيه ديت اشتغل، اتكلم في التليفون، اتشيك ماي ايميل، بالظبط زي ما انت تكون قاعد في اوبر مثلا والسواق سايق وانت بتعمل اللي انت عاوزه. طيب في ديسكشن وفي ديبيت شويه على موضوع الفيكل مايلز ترافلد، هل فعلا الاوتونوماس فيكلز هتقلل عدد الكيلومترات الناس هتاخدها او هتمشيها؟ ففي كونتراديكشنز از وي سبيك ما بين الريسيرشرز كبير جدا. سبب الكونتراديكشن ده ببساطه ان انا دلوقتي الاستريس بتاع السواقه والتعب بتاع السواقه ما بقاش موجود اني مور، فانا اي دونت مايند ان انا اقعد في العربيه دي مده ساعه او ساعه ونص، وده ممكن يخلق ان الناس تبتدي تروح تسكن في اماكن بعيده جدا عن شغلها، ويخلق زي ادفرس افكت ان هو يعمل زي سبرول، وبالتالي الفيكل مايل ترافل تزيد. وكمان علشان دوت هيخلق اوبورتيونيتي ليوزرز كتيره جدا ما كانوش بيستخدموا السيستم قبل كده، زي الناس الصغيرين، الاطفال او الالدري او بيبل وذ ديسابيليتي، فدوت برضو هيعلي الليفل بتاع الفيكلز مايل ترافل. ولكن في بعض الناس بيقولوا ان نتيجه ان احنا ممكن نعمل شيرنج او شيرد اوتونوماس فيكلز، فدوت هيخلي ناس اكتر تركب نفس العربيه، وبالتالي دوت ممكن يقلل الفيكلز مايل ترافل.
بس النقطه اللي انا عايز ابين ان الموضوع دوت از ديبيتابل, يعني ممكن حد يقول لك لا ده هيقلل الفيكلز مايل ترافل وبالتالي هيبقى ليه تاثير قوي على الفول, في ناس تقول لا ده مش هيقلل, ولكن الموضوع ده زي ما قلت في ديبيت. طيب ايه التشالنجز بقى؟ يعني خلاص الكلام على فكره الكلام اللي بقوله دوت ات از هابينج اند هابينج فيري اجريسيفلي ان ذا ماركت از وي سبيك. ايه التشالنجز الاسوشيتد بالاوتونوموس فيكلز؟ اول حاجه احنا مش ضامنين الفيكل رياكشن تو اني سبونتينيوس بيدستريان او درايفر بيهافير. يعني مثلا في واحد عدى قدام العربيه فجاه, هل العربيه فعلا هتلحق ترياكت ان ريل تايم؟ في بعض الاحيان انت بتدي الاوردر سواء انت اللي هتبقى ان كنترول ولا العربيه هتسوق لوحديها, ففي ترانزيشن تايم ما بين ان انت تبقى العربيه فولي اوتوميتد وانت قاعد جوه العربيه, ففي المشكله بتاعه الترانزيشن. وفي الانتر اكشن مع العربيات الثانيه, مش كل العربيات دي وان هتبقى كلها اوتونوموس فيكلز على الطريق, في بعض العربيات هتبقى اوتونوموس وبعضها هيبقى نون اوتونوموس. الكلام ده عشان العربيه تمشي بهذه الدقه لازم يبقى في فيري اكوريت مابنج موجود للبريسيجن بتاع من 10 ل 20 سنتيمتر اكوريت, وده طبعا مش موجود في كل المدن دلوقتي. الحاجه الثانيه الاربن سيتنج, ازاي العربيه هتتصرف في وجود بيدستريانز كتير على ترافيك لايتس, وفي نفس الوقت موضوع السوفت وير جليتشز والهاكينج بتاع العربيات. في ارتكل ظريفه جدا, الشابين دولت عملوا هاكينج, دي تشالنجد وان اوف ذير فريندز وروح احنا هنعمل هاكينج العربيه بتاعتك, وفعلا الهاكد عربيه الجيب بتاعته على الطريق, ودي ديسبلايد صوره ليهم على البورد بتاعه صاحبهم دوت على العربيه وبقروا الكلام دوت. ففي مشكله كبيره جدا من ناحيه الهاكينج والسكيورتي بتاعه الاوتونوموس فيكل. التشالنج الثانيه اللي بتواجهها معظم الحكومات الليجيستليشن واللوز اللي ممكن تكون موجوده, ايه القوانين اللي هتحكم حاجه زي كده؟ في طبعا برايفسي كونسيرن كبير جدا, هو اونز ذا داتا of that will be generated from this vehicle, is it the manufacturer, is it the person who is driving the vehicle, هل محتاجين الشخص يبقى موجود دايما جوه العربيه؟ يعني هل فعلا ممكن اطلب عربيه تجي لي واحط فيها اولادي واخليهم يروحوا المدرسه لوحديهم في اوتونوموس فيكل؟ لازم يبقى في كود اوف اسكس, لازم يبقى في ريجوليشنز حتى لو انا عايز اعمل بايلوت تيستينج. والحاجه المهمه جدا لايبيليتي فور كوليجن. التسلا تيست اللي انا وريته لكم الاول actually في fatality, the first fatality of an autonomous vehicle happened with Tesla. الكلام دوت كان في جون 2016, في عربية كانت بتسوق وخبطت في تراك والسواق بتاعها مات, وديت كانت تراجيدي وعاملة مشكلة كبيرة جدا, وحتى هذه اللحظة في investigation مع الكيس دي. مش هخش في التفاصيل بتاعتها, ولكن لو عايزين تقروا ايه اللي حصل بالظبط موجودة online. ولكن liability, is it the insurance company, is it the manufacturer, is it the road, is it the vehicle, في liability issues كتيرة جدا. السؤال الثاني, هل الانفراستراكشر بتاعتنا النهاردة ready to have autonomous vehicles today؟ الإجابة في معظم الأحيان وبالذات في البلاد اللي مش متقدمة قوي لأ. الطرق بتاعتنا هتحتاج نعمل لها major modifications, في بعض الأحيان ممكن نعوز نعمل حارات مخصصة للautonomous vehicles versus non-autonomous vehicles. لو انت دلوقتي جيت, وبالذات الكلام ده حصل في امريكا, لو انت معاك اوتونوموس فيكل ومثلا ماشي في ستيت معينه فيها اللو ان انت ممكن تمشي باوتونوموس فيكل, وعملت كروسنج رحت ستيت ثانيه, وذا لوز ان ذيس ستيت ابلاي تو ذيس ستيت, وانت مسافر من بلد لبلد او من السعوديه للبحرين مثلا. وفي نفس الوقت في مشكله كبيره جدا في الاربن سيتنج بتاع الانترسكشنز من ناحيه الاوتونوموس فيكلز. السؤال بقى اللي فيري اكسايتنج كمان, ار وي ريدي؟ يعني تخيل كده ان احنا عندنا اوتونوموس فيكلز النهارده والشوارع جاهزه, احنا بقى as a customer او as a user انا ريدي؟ اسال نفسك السؤال, هل هتحط ابنك او بنتك في عربيه درايفرلس توديهم المدرسه ولا لا؟ عشان يعملوا كده عملوا زي سيرفي ظريفه رد عليها حوالي 1000 واحد في امريكا, وكانت المين مسج من السيرفي كانت ظريفه جدا, بيقول لك women say no thanks to driverless cars survey finds but men say tell me more. يعني انا كراجل مثلا موجود في البيت, انا عايز اشيل من عليا هيديك الترانسبورتيشن, الله يقول لو انا عندي عربيه هتجي لغايه البيت احط فيها الاولاد يروحوا المدرسه واحط فيها زوجتي ابعتها تروح مكانها, بسيط جدا. ولكن السيدات كان عندهم ميجر يعني خلينا نقول ريفيوزل على درايفرلس كارز, وكان السبب الرئيسي 76% من الناس قالوا they will never put a child on a driverless car. تمام, دي كانت اول فايندينج. الفايندنج الثانيه ان في 36% قالوا ان هما ما تفرقش معاهم اي حاجه بتديها او ادد فاليو الدرايفرز للسكار ده, 36% دي سي نو فاليو ان اوتونوموس فيكلز.
كان في سؤال what people don't like about driverless cars. في ناس قالت ان هي تبقى very expensive, يعني why would I have this luxury if I don't need it. وon average في حوالي 46% لسه مقتنعين ان هي it will not be safe. تمام, وده برضو ناتج عن مثلا حادثة زي اللي حصلت في تسلا مؤخرا. الحاجة التانية, ده هيطرح أسئلة كتير جدا. Do we still need to get a driving license لو أنت عندك driverless car, يعني do you need to license people. السؤال التاني, we need to have a cultural shift, يعني زي ما قلت احنا مش في ناس بتشوف ان السواقة دي متعة, طبعا مش في مصر بس, يعني I enjoy driving my car. تمام, who are the stakeholders, يعني احنا جينا عملنا الكلام ده النهاردة, هل مثلا وزارة الكهرباء مع وزارة النقل مع وزارة الصناعة مع هل الناس دي كلها تتفق على نفس الحاجة دي ولا لا. الكلام دوت ممكن يخلق losses كتيرة جدا في jobs كتير وبالذات في trucking industry. تمام, الحاجة التانية لازم يبقى في ترانزيشن بيريود, يعني الكلام ده لو هيحصل لازم ياخد له 5 سنين 10 سنين 15 سنة. طب وزين ال 15 سنة دول ايه اللي هيحصل؟ تمام, فدي كلها أسئلة محتاجين نجاوب عليها أو ناخدها في اعتبارها. طيب مين بقى الناس who are the key players اللي بيلعبوا في الموضوع ده؟ مين الناس الشغالين aggressively في الموضوع؟ Uber is actually one of them. Uber عندهم the first self-driving car في Pittsburgh دلوقتي, الكلام ده من الشهر اللي فات فدلوقتي this is old. Ford, في شركة اسمها نيوتونومي, دي شركة ظريفة جدا mainly focused على self driving cars and autonomous cars, عندهم pilot testing كبير. مؤخرا جوجل وكرايسلر عملوا actually self driving minivans, ومن شهرين فاتوا الكلام دوت خلاص وصل في أمريكا ومسمينهم باسيفيكا minivans, والminivans that actually it will be on the road in pilot testing very soon. الكلام دوت it's 2 months old. على التراكنج اندستري في شركه اسمها اوتو, ما اعرفش اسمها عنها ولا لا, الراجل الستارت اب اللي عمل الشركه دي اكشلي هو اللي عمل الجوجل درايفر لسكار, خرج من جوجل عمل ستارت اب سمى الشركه ديت بيعمل سيلف درايفنج تراكس. التراك دوت ساء في مش فاكر انهي ولايه في امريكا بس ساء لمده 150 مايل درايفر لس تراك. تمام, و اكشلي اوبر اشترت الشركه ديت. جميل, this is just to tell you how the business model is evolving and يعني going with a very crazy space. دي شركة specifically شغالين في autonomous trucking industry, وعملوا pilot testing بتاعها برضو زي ال two trucks دولت, they are driverless trucks on the US highways. فده يقول لنا ان الاول حاجة ان ال pace بتاع ال automation is going with a very rapid pace. بس في جزء تاني مهم جدا بقى, العربيات اللي هي autonomous ديت it carry a lot of sensors, فيها كمية sensors بتقيس كمية حاجات مخيفة. بس لو العربيات ديت كمان تخيل بقى ان هي بقت connected, كل التكنولوجيا ديت وكل السنسور ديت بقت connected مع عربيات تانية او مع infrastructure تانية, this will be a paradigm shift. طيب الكلام ده بيخلينا نخش ال connected vehicles. فموضوع connected vehicles ده بنيجي نقول طيب ال vehicle دي is connected to an infrastructure, فبنسميها V2I, أو connected to another vehicle بنسميها vehicle to vehicle, أو connected to a pedestrian بنسميها vehicle to pedestrian, أو actually connected to the cloud بنسميها vehicle to cloud. ال connectivity يعني ال promises بتاعتها are huge. وشركة مثلا زي مرسيدس من سنين فاتت كانوا حاطين في المايند سيت بتاعتهم إنه كل المودلز باي 2013 هتبقى fully will be able to be fully connected to the infrastructure and to the cloud and to other vehicles around it. طيب ايه البروميس بقى بتاع فيهيكل تو اكس وات ايفر اكس ديت ايه؟ اول حاجه سيفتي, اكسيدنت افويدنس. خلي بالكم ان في جزء كبير جدا من بعض المشاكل اللي بتحصل في العربيات ان انت مثلا دي نيد تو ريكول مثلا اسيرتن موديل, الكلام دوت ما بقاش موجود دلوقتي. اف ذيس فيهيكل از كونكتد تو ذا كلاود وكل الحاجات بقت سوفت وير, اي كان فيكس ذيس سوفت وير اون ذا كلاود, مش محتاج اريكول الفيهيكلز. وي مايت سي فيهيكل ميديكال انتجريشن انتو ذا فيهيكلز. من ناحية الـ environment huge savings could be من الـ environment, مثلاً vehicle performance monitoring, ride sharing, optimized routing, parking services. Once the vehicle is connected to any infrastructure around it, the sky is the limit basically. Siemens مثلاً شافوا أو قايلين إن أنا it is not only enough to be connected to cars, they are talking about rail to X بدل car to X, ships to X and airplanes to X. And my friend Raed Hanna from IDRC just told me that I think they are either or doing as we speak airplane sharing في أمريكا. طيب هو الكلام ده كله حصل بسرعة ازاي كده؟ يعني within the last 5 to 10 years major transformation حصل في مجال الاوتوميشن industry. A big enabler to all of this is the so-called internet of things. تمام, او انترنت الأشياء.
طيب very briefly كده internet of things is about ثلاث حاجات. اول حاجه is about sensors. These sensors are either going to be connected to people or processes. والبروسيسز هنا جواها العربيات. فلما نتكلم على اي sensors sky is the limit. Basically anything that can sense anything is a sensor. تمام light sensor, fog sensor, temperature sensor. When it comes to connectivity احنا دلوقتي عايشين في عصر we are connected to anything. يعني كل واحد فيكم دلوقتي هتلاقيه اما معاه 2 or 3 devices that are connected either via wifi or lan or usb or what not. فconnectivity is driving even the potential of these sensors very quickly. والحاجه الاخيره ان all these بقى sensors that are connected it will be either connected to people or processes. فمثلا السمارت فون اللي معاك دوت that's a thing that has a lot of sensors by the way at least to 20 to 30 sensors that is connected to the internet. فthat's one good example of internet of things. طيب الكلام ده ابتدى يبقى القوه بتاعته تحصل امتى؟ اول ما عدد الناس اللي موجودين اول ما عدد الديفايسز اللي موجودين على الارض اكسيدد عدد الناس اللي موجودين على الارض ودوت كان تقريبا سنه 2008 والبروجكشن بيقول ان باي سنه 2020 كل واحد فينا هيبقى معاه تقريبا 7 كونكتد ديفايسز. النهارده as we speak on average كل واحد فينا معاه 3 كونكتد ديفايسز 3 كونكتد ديفايسز. Once ان كميه السنسورز دي بقت موجوده it will only generate data and when it comes to data بقى sky is the limit. يعني كميه السنسورز اللي موجوده في اي عربيه من العربيات ديت مخيفه. فمثلا جوجل سنه 2013 السيلف درايفنج بروتوتايب بتاعهم كابتشرد ان هم دي جينيريت 750 ميجا بايتس اوف سنسورز داتا بير سكند. This is only one car that generates almost 1 gigabyte of data per second. تمام؟ وبالتالي لازم نتكلم على الداتا شويه. ما ينفعش نقول بقى ان كل السنسورز دي موجوده وما نقولش طيب الداتا دي بقى ايه فايدتها وهنعمل بيها ايه وهنستفيد بيها ازاي. Once you have this data with high volume, with high velocity, with a lot of formats that might have different values and different variabilities, and you can visualize it in different ways, and it has different veracity or accuracy, then we are talking about big data. At the very beginning of the realm of big data, الناس كانت بتتكلم على 3 V's اللي هو volume, velocity, variety, بس يعني they have been adding more V's to it, and you never know, you might find another one. طيب الداتا دي في حد ذاتها is an asset, okay? طيب عشان اديكم بس فكره عن اللي حصل في موضوع البيج داتا في خلال السنتين بس من 2011 ل 2013 حجم الداتا اللي موجود اون ايرث واز دبلد. يعني في خلال سنتين حجم الداتا اللي كانت جنريتد باي كل الناس اللي قبل كده اتضاعف بس في السنتين دول من 2011 ل 2013. طيب ايه الفاليو بقى بتاعت البيج داتا دي او الداتا الكتيره دي؟ اول حاجه الكلام دوت از يعني سايتد فروم ديفرنت سورسز كونكتد كارز ويل جنريت اب تو 40 بليون dollars of worth of data by 2018. General Motors الوحديهم they did a study they find that around $350 million of income could be generated because of their connected vehicles. ودوت هيخلينا نروح to the so-called digitization of urban landscape. أكتر ناس شغالين في هذا المجال هم جوجل وهير وأوبر. تمام بس not surprisingly Google قالت actually in fact that they are not willing to share their data وأوبر قالوا نفس الكلام الوحيدين ان هم they are willing to share their data is here و BMW Benz و Volvo actually they are investing in here to make the autonomous vehicle data and connected vehicle data publicly available. ولكن في a lot of issues. Who owns these data? What is the issue with privacy of data and at the same time security? ويجي بقى السؤال التاني اللي هو سؤال حساس شوية. طيب if this data exists and it is completely closed and no one can has access to it then its value is very low and comes the discussion of opening up your data. طيب ازاي نقول الداتا دي open ولا closed؟ الناس عملوا لها scale. ببساطة if I can access the data using a machine ready format at no cost with no limits or no rights then this data is open وactually بيسموها في بعض الأحيان liquid data. تمام؟ طيب السؤال بقى do we have open data؟ يعني حتى even في مصر هل عندنا open data؟ طب ممكن نستخدمها ما نستخدمهاش؟ طب عيب ما ينفعش اجيب الداتا؟ هتكلم عن الموضوع ده بسرعه بس الكلام ده has been in the making since 1998. Hong Kong was one of the very first adopters of opening their data. وبعض الدول اللي حصلت حتى even في كينيا سب سهران افريكا سيتيز
في سنة 2011 دي باس ده الون هما دي will open the government data. طيب في open data initiatives كتيرة جدا موجود هقولهم سريعا مش بس على سبيل الحصر ولكن as an example في حاجة اسمها open data institute, حاجة اسمها open data barometer, في حاجة اسمها open data impact map, وفي حاجة اسمها open data watch. A lot of open data initiatives. وأنا سعيد جدا إن معانا النهاردة يعني one of the data kind of يعني advocates دكتور رائد شريف من الـ IDRC كان عمل workshop اسمها data driven innovation in the MENA region في جامعة القاهرة السنة اللي فاتت. It was very successful. It had a lot of impact in the region. طب في مصر هل عندنا open data في مصر؟ آه الحكومة المصرية موقعة له اسمه open data initiative وموجودة على بوابة الحكومة المصرية. طيب في data موجودة, في بعض البيانات موجودة. كلها كويسة, بعض منها كويس وبعض منها محتاج ان هو يحصل له improvement. دي بعض البيانات اللي موجودة عن ده. حتى even سنة 2015 كان في حاجة اسمها open data hackathon دي through some data on people in order to get the best out of these data. CAPMAS اللي هو المركز التعبئة والإحصاء حاطين actually a lot of infographics that have some valuable data يعني مثلا of relevance to us. ديت الداتا بتاعت الحوادث ديت مثلا الداتا بتاعت النفط الكلام ده موجود في صوره انفوجرافيكس دلوقتي على البوابه الالكترونيه بتاعت الحكومه. ف there is that momentum and that inertia about data. بس definitely we need to consider a few things. One of them is data privacy, data security. Can we open up all the data? What are the laws that will govern opening up this data? Who are the key stakeholders involved? And we need basically a cultural shift of convincing people and government to open up their data. طيب احد الحاجات اللي انا I was challenged by myself, هل عندنا open traffic data في مصر? Can we talk about open data when it comes to traffic and transportation? And I challenged myself, while show you in one example دلوقتي to illustrate the concept. Imagine ان احنا these are the hours of the day, الساعة 12 الصبح لغاية الساعة 12 تاني يوم, فتخيلوا دي ان ساعات اليوم وكل دايرة من دولة بتعبر عن traffic pattern معين لطريق معين في يوم معين. اخضر معناه كويس واحمر معناه وحش او زحمه. تخيل ان انت عمال بتبني الداتا ديت على مدار ايام كتيره, فكل سيركل من دول عباره عن يوم ويوم 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 بتجيبهم الداتا. اكشوال الداتا ديت از افيلبل فروم جوجل ترافيك. وايماجين ان انت ممكن تعمل حاجه اسمها سبايرال جراف كده لطريق معين. الطريق ده ببساطه كده لو انا ما اعرفش اي حاجه اقول والله الطريق دوت زحمه من الساعه 7 الصبح للساعه 8 وفي شويه زحمه عند افترنون بس مفيش مشكله قوي. تمام. طيب تعال نبص مثلا نلاقي ان دوت الفتره بتاعه العيد اللي كانت خضره شويه دي ده كان الاجازه بتاعه العيد فما كانش فيه ترافيك قوي. الاخضر اللي في النص دوت هتلاقيه الويك اند. الاحمر اللي ابتدى يكتر دوت ده كان بدايه المدارس مثلا على طريق معين. فتبتدي انت وانت بتبص على الداتا بالمنظر ده تبتدي تدرايف ا لوت اوف انسايتس فروم ذا داتا. تمام. اند ذيس از ذا سو كولد داتا دريفن انوفيشن. اكزامبل تاني طريق زي دوت جينا قلنا ايه ده ازاي الحته دي تبقى زحمه كده من هنا لهنا. لما تيجي تبص على بابليكلي افيلابل داتا مثلا من بيقول لك تلاقيه بيقول لك حادثه على الطريق الدائري من وسط الماريوتيه كذا 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 يوم 1/10 اللي هو كان اليوم ده لان السبايرال جراف ده معمول لغايه 9/10 وكانت الساعه 9:45 دقيقه اللي هي تقريبا الساعه اللي كانت الدنيا حمراء فيها. فديس از بابليكلي افيلابل داتا. مين اللي جاب الداتا ديت؟ مين اللي قال بيقول لك على الداتا دي؟ احنا صح اليوزرز. تمام. فديس از هاو يو كان ماش اب ديفرنت سيتس اوف داتا تو انسر سبيسيفيك كويستشن. And if you keep collecting these data, the data will get only bigger and bigger. يعني مثلا ديت داتا بتاع 3 شهور موجوده على الطريق الدائري من الاوتوستراد للمنيب مثلا بتقول لك والله ان الطريق ده بيبقى زحمه اكتر وقت من في الافترنون بيك من الساعه 5 للساعه 7 مثلا. نفس الكلام ده طريق تاني تبص تقول والله ده في يوم هنا كان الدنيا حمراء قوي بعكس الايام الثانيه, هتلاقي ان الطريق ده اليوم اللي حصلت فيه المطره وكانت بعض الطرق او بعض الحارات من الشوارع مقفوله وبالتالي اثر بتاثير نيجاتيف على الترافيك. فممكن تبص على الداتا دي تطلع منها اذا كان في حادثه ولا لا, في مطره ولا لا, and so on to يعني get the insights of this open data. طيب عشان بس انا معايا وقت قد ايه يا احمد؟ احمد معايا وقت قد ايه؟ طيب اللي انا بقوله دوت حاصل نتيجه ان في بارادايم شيفت حقيقي وكان دكتور خالد بيتكلم على هذا الموضوع ان we used ان احنا نعمل ريسيرش هنا وبعد كده نخش في الفانل ده لغايه ما نطلع برودكت وان جو ثرو ذا ار ان دي كايند اوف لينسي بروسيس ات مايت تيك 1 يير 2 ييرز 3 ييرز. تشيسبرو في الكتاب بتاعه اللي هو اوبن سيرفيس انوفيشن بيتكلم على ان ذا نيو بارادايم اوف اوبن سيرفيس انوفيشن از اول اوفر ذا بليس. يعني مثلا اوبر هنا, اوبر از ا فيري جود اكزامبل اوف اوبن سيرفيس انوفيشن. اوبر دو نوت اون ا كار, ما عندهمش ولا عربيه,
وما عندهمش formal contract مع أي من الدرايفرز بتوعهم. ولكن they are very disruptive to the transportation sector in the world. ليه عملوا كده؟ ما دخلوش في السايكل بتاعة الـ research and development and so on. لا، هم بصوا على الكاستمر وبصوا على needs بتاعة الكاستمر and then they had all these benefits. They had faster innovation. They had customized solution. A relatively low cost given the service provided. Shared risk. And I'm not carrying the risk. Uber, they have zero risk. They don't own one car and they don't have a contract with any employer. They are very flexible and somehow they are sustainable. تمام؟ طيب دوت يخلينا نرجع للحته بتاعه فيوتشر اوف ترانسبورتيشن. لما نيجي نبص على الكلام ده نلاقي ان احنا وي ار موفينج فروم كلوزد برودكتس تو اوبن بلاتفورمز. في فرق ما بين برودكت وفرق ما بين بلاتفورم. يعني مثلا ابل والايفون ات از نوت جاست ا برودكت، ذاتس ا بلاتفورم. وي ار موفينج فروم فراجمنتد سايلوز تو شير ذا داتا اند نوليدج اند ريسورسز، اوبن داتا. We are now moving from single owner who have to carry the full cost and the full risk to co-creation of services. We are moving from one size fits all to customizable and personalized experience. We are moving from context agnostic services to context sensitive services. يعني أنا as a user, the service that I will receive, it has to do with my context, my time, my location, my gender, my income. In the past, it was very hard to expand علشان كل الحاجات اللي فوق دي. دلوقتي, it is very easy to expand into large databases. في المجال بتاع الكوميونيكيشن في حاجة اسمها بب سب أو ببلش سبسكرايب سيستم. زمان الناس كانت بس one size or one direction of information provision. دلوقتي في حاجة اسمها بب سب سيستم أو ببلش سبسكرايب. يعني أنا as a user, I can subscribe مثلا to one set of data and then whoever is providing this data will push this data to me. This is the publisher and I am the subscriber. Agency source only, we used ان احنا يبقى كل حاجة مثلا في وزارة معينة هي اللي معنية عن هذا الكلام بس. دلوقتي لا, Uber موجودة on the street operating وفي مصر وفي جميع دول العالم تقريبا. وبالتالي ممكن نحصل على مجموعة بيانات من multiple sources زي مثلا Google traffic. Information only, no dynamic management. دلوقتي انت بتتكلم على dynamic management in real time given all the information that you might collect from users. وبكده انهي البرزنتيشن بتاعتي ولو في اي حد عنده اي اسئله.